ولنقاش تصريح الصحفي الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن إعدام 21 معتقلا في سجن الناصرية المركزي. ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم الهيئة الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بكم دكتور. حياكم الله، مرحبا بكم. دكتور، نفذت وزارة الداخلية في بغداد أحكام الإعدام في حق 21 شخصا من أبناء محافظات الموصل والأنبار وبغداد والبصرة وذي قار بتهمة واحدة وهي الإرهاب. كيف يفسر هذا القرار إنسانيا ووطنيا باعتبار من نفذت بحقهم الأحكام من مناطق مختلفة في العراق؟ للأسف مثل هذه الجريمة وما سبقها من جرائم سابقة مماثلة هي لا تندرج إلا تحت بند انتهاكات حقوق الإنسان التي تميزت بها كل الحكومات التي جاءت عقب الاحتلال، وهي حكومات بالمناسبة تنتهج ذات النهج الذي يأتمر بأمر الأجنبي ويسعى لتدمير هذا البلد والنيل من حقوق أبنائه والإساءة إليهم بكل أنواع الإساءة. وما هذه الإعدامات إلا كجزء من سلسلة طويلة من تلك الانتهاكات تنتهي بهذا الشكل، وهو تصفية حياة هؤلاء الناس بذريعة أو بمظلة يدعون أنها قانونية وهي أبعد ما تكون عن القانون، لأنها كما جاء في تصريحنا أن الإجراءات المتبعة قبل الوصول إلى هذا الحكم أو تنفيذه كلها إجراءات مخالفة للسياقات القانونية الحقيقية، وعلما أن هذه الانتهاكات وهذه الإجراءات المخالفة للقوانين والإجراءات القوائية المتبعة عالميا كلها موثقة، مخالفات موثقة وموثقة أمميا وعالميا من قبل جمعيات موثوقة ومعروفة بمهنيتها وعالميتها، ولكن للأسف رغم كل هذه الانتقادات وهذا التوثيق فإن عجلة هذه الانتهاكات وهذا القتل لا يزال مستمرا، لأنه لا يوجد من يوقف مثل هذه العجلة أو هذه الانتهاكات في العراق. بالحديث عن السياق القانوني، القاعدة الأصولية تقول أن القوانين عامة ومجردة، لماذا المادة الرابعة من قانون الإرهاب تطبق في محافظات بعينها دون أخرى، رغم أن الجرائم التي ترتكب جميعها تصنف كجرائم ضد الإنسانية؟ يعني هذا نوع أيضا من أنواع الازدواجية التي تمثلت به أو تميزت به هذه الحكومات، ومن قبلها طبعا الاحتلال، قوات الاحتلال الأمريكي في تعاملها مع العراق عموما، مع القضية العراقية عموما بازدواجية. ومثل هذه الفقرة نراها كغيرها أيضا من الفقرات تطبق بانتقائية وازدواجية، فهنالك من يتهم بهذه التهمة، تهمة الإرهاب، وتطبق عليه أقسى العقوبات التي وضعوها هم، في حين أنه لم يرتكبوا أي جرم أو أي عمل، بل ربما وهذا ما حدث كثيرا أن بعض الناس أخذوا وعذبوا وانتزعت منهم اعترافات ثم نفذ بهم الإعدام على جرائم لم تقع أساسا، في حين بالمقابل نرى أنه هنالك أناس مجرمون يسرحون ويمرحون ويتمتعون ربما بالمناصب والحماية الدولية، وربما تستقبلهم بعض الدول الأجنبية التي تدعي رعاية حقوق الإنسان، ولكنها أبعد ما تكون عن هذا الأمر حقيقة. في تصريح الصحفي الذي أصدرتموه في الهيئة وصفتم الإجراءات التي تسبق اتخاذ أحكام الإعدام هذه، إلى أي مدى تفقد المحاكمات مقومات العدالة المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؟ طبعا هذا أيضا ليس كلامنا، وإنما أيضا كلام المنظمات الحقوقية الدولية، وباعتراف أيضا المنظمة الأممية أن هذه الإجراءات هي فاقدة لأسس العدالة وما يجب أن يتخذ في مثل هذه الإجراءات، ابتداء من صدور الأمر القضائي أو الاعتقالات، بل ربما اعتقالات لا تكون وغالبيتها هكذا لا تتم بناء على أوامر قضائية، وإنما يعني اعتقالات عشوائية، ثم بعد ذلك انتزاع اعترافات تحت التعذيب،
وبعد ذلك الإجراءات المحاكمات التي تكون في كثير من الأحيان إجراءات أو محاكمات صورية، ويكون القاضي وأحيانا من يدعى أنه يكون محاميا كلهم في صف مقابل أو ضد المتهم، فلا يكون هنالك أي إجراءات وأي أي نوع من أنواع حقوق هؤلاء المتهمين، مرورا إلى النتيجة النهائية وهو تنفيذ الإعدام التي تتخذ أو تنفذ بحق أناس أبرياء لم يرتكبوا أي جريمة إلا ذنبهم أنه تنفيذ هذا الحكم وغيره، تنفيذ لأحقاد هؤلاء الذين تسلطوا على رقاب الناس. شكرا جزيلا لكم الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق دكتور عبد الحميد العاني، كنت معنا عبر الهاتف.